أولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي عن أهمية النادي الصيفي. اليوم نور قديش مهم نحن اليوم أطفالنا ننمي قدراتهم ننمي مواهبهم من خلال النوادي الصيفية. أكيد هايدي، يعني نحن بشكل عام دائما بنحكي عن أهمية اللعب للأطفال، لأنه صحيح. فعليا بطريقة اللعب اليوم فيك توصلي أي فكرة أو أي شيء حابة توصليه لطفلك من خلال اللعب والنشاطات، لأنه الطريقة المباشرة تقليدية بتلاقي الطفل بيلاقيها تقيلة، وخصوصا بفصل الصيف. هي فصل بنعتبر هي راحة من أكيد. المدارس، الالتزام، حتى البرنامج اليومي اللي الأم بتكون حاطته، مثلا إيمت بينام، إيمت فيه، إيمت بياكل أكيد. الصيف هي حالة تنفس وراحة للطفل. نشوف كمان اليوم في نوادي صيفية كتير اليوم بتلبي رغبات وحاجات الأطفال وتناسب اليوم الفئة العمرية. خلونا نحكي عن أهمية النادي الصيفي وكيف نحن ممكن اليوم نختار النادي الصيفي المناسب لأطفالنا. كل هي التفاصيل مع اختصاصي التربية الخاصة عقاب نصر الحلبي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن أهمية النادي الصيفي خلينا نحكي عن أهمية يعني فصل الصيف والعطلة الصيفية للطفل. نحن بنعرف يعني نحن 9 شهور تقريبا بالمدرسة، في التزام، في ضغوطات دراسية، بتحس هي حالة تنفس عند الطفل. أحيانا بتلاقي بده يفرغ طاقته باللعب، وأحيانا بيتم استغلالها بطريقة غلط من عند الأهل. يعني بتلاقي في أهل مثلا بيسجل له نادي صيفي، موسيقى، رياضة، بتحسي حتى بفهم شو هو النادي الصيفي في اختلاف، يعني بيكون في حالة ضغط. نحن بدنا نفسر أكثر كيف فينا نخليه هو فترة راحة ولعب للطفل. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. دائما كل حدا الإنسان بطبعه هو اجتماعي، بس بنفس الوقت نحن دائما بنميل للعزلة، من للراحة، من ميل لتفريغ طاقي، من ميل لمتنفس جديد، لترتيب أولوياتنا إلى ما هنالك. هذا شيء ينطبق على الطفل. الطفل خلال فترة خليني أقول التزام إن صح التعبير، لكن هي كمان خلال 9 شهور عم يكون عندي كتير عطل، كثير اوقات. يعني اذا كان في تنظيم اوقات ببدايه العام الدراسي حتى نهايته، الطفل بتمرق عليه المدرسه وكانه خلينا نقول يعني شيء بسيط او ملامس لحياته بشكل منه ضغط، مشان ننوه لهالنقطه. العطله الصيفيه لانه دائما هو الصيف هو معيار للفرح، للحياه، للنشاط، للحيويه، للتجديد، لكل شيء. فمنحس دائما طاقاتنا بتتجدد الصيف، بلش الانشطه تطلع على الافكار. فبعض العام الدراسي بيكون بالنسبه للطفل، نحن بنحكي عن السنوات الاولى مختلف، بس للطفل الاكبر احيانا بيكون في ضغط، حتى المنهاج كبير، يعني مفهوم الدراسه بيكون مختلف. يعني نحن ما عم نعمم بالمجمل لتنوه على هي النقطه، بنحكي بشكل عام. يعني بالمحيط وضمن العائله عم نشوف الاطفال كيف بتعبر، او هي الطريقه الصحيحه لتعبر. طبعا هي هون الفكره، احنا اللي يعني هي الفكره اساسا. احنا مثل ما قلنا في بعض الناس تفهم النادي الصيفي انه ضغط ويلا وبنحكي وحشي برامج. نفس الشيء خلال عام دراسي عم يكون عندي هذا الحشو اللي هو ما له داعي، يعني ما في تنظيم. خلينا نحكي عن النادي الصيفي كونه نحن عم نحكي على كيفيه اختيار اولويات هذا الطفل من خلال ميول. يعني خلال ميول الطفل، شو هواياته، شو الاشياء انا اللي ممكن نمي له اياها لطفلي خلال هي الفتره الصيفيه، 3 شهور او 4 شهور العطله الصيفيه، فتره طويله، وقت يعني مليان اوفر وقت. تمام. فعم بيكون عندنا احيان مثل ما تفضلتي انه النوم زياده، الاوقات حره كلياتها، انشطه كذا كذا. فنحن خلينا نبدا من بدايه العام، من بدايه الصيف او خلال العطله الصيفيه، تبلش الام تنظم. وما الفكره احنا بس انه نحكي ناخذ بس انشطه على ذوق الام، انا اليوم لا بدي هي الصيفيه لابني موسيقى، ابنك بجوز تكون ميوله ابدا منها موسيقيه. لا انا بحب اركب الخيل، بدي اسجل لابني ركوب. تمام. انا بدي هيك، فبدي ما عاد تكون خيل مثلا. تجينا هي الاسئله كثير. يعني هذا يمكن اكبر غلط بالتربيه من الاهل. طيب عقاب، خلينا نحكي يمكن بفتره الدراسه بالمدرسه نحن ما بنقدر ننمي قدرات ومواهب الطفل، يمكن بنستغل النوادي الصيفيه بالعطله الصيفيه لحتى ننمي هي المهارات. اليوم خلينا نحكي شو اهم الأنشطة التحفيزية والتعليمية للطفل. بداية أهم شيء نحن خلال العطلة الصيفية سواء كان في إشراك مواد تعليمية أو ما عندي، ضروري تكون كل شيء عن طريق تعلم، من خلال تعلم عبر اللعب. صحيح. أهم نقطة عم نحكي بها، يعني طبعاً إحنا عم نحكي عن نقطة ببحر، تعلم عبر اللعب يتضمن كثير من الاستراتيجيات، العشرات من الاستراتيجيات والمهارات يلي هي ما رح نحكي نحن عن كل استراتيجية على حدة، إنما كل مدرب من خلال مهارته، من خلال خبرته بده يحاول يسقطها. يعني على مثال طرحنا نحن خلال العطلة الصيفية تي أو تي كيدز إعداد مدرب أطفال، صار في عندي مجموعة من السيد المدربات أو مجموعة من المعلمات أو مجموعة من الصبايا عندهم كثير من الأفكار، بس نحن ما بنعرف نوظفها داخل قالب معين. صحيح. داخل قاعة صفية أو خلينا نقول ضمن نادي صيفي. نوه هاي النقطة.
كثير من الصبايا بالمقابل معلمات الشتوي يعني خلينا نحكي للعام الدراسي بيجوا على النادي الصيفي بيصطدموا. يعني انا ما فيني الانضباط اللي بدي اياه بالنادي بخلال السنه بالعام الدراسي ما فيني اطلبه نفسه بالصيف. طب شو السبب انهم بينصدموا؟ شو السبب هون؟ هلا هون خلينا نحكي يعني بدايه انا اللاوعي تبعي بالمدرسه انضباط سلوك انتزام الى ما هنالك. بالصيف انا بدي اترفع يعني اللاوعي تبعي بيطلب انه انا بدي اترفع عند الطفل. فبالمقابل انا ما فيني احط هي الضوابط الصارمه جدا، هي اللي بدي وسط يعني تماما في ضوابط في حدود في التزام لكن بضوابط معينه اعتدال تماما. فبعض المهارات اللي كانت طرحناها بالفترة الأخيرة مثلاً أو بعض الصبايا كان عندنا مثلاً مهندسة زراعية، كان عندنا طباخ، أنشطة يوغا، أنشطة الشاعر الصغير، قارئ صغير، قراءة سريعة، كثير من المهارات اللي هي بتشوفها نحن منتشرة بالفترة الأخيرة. كان معنا مهندس معلوماتية فبلشوا يقولبوا بعض من المهارات والمعلومات اللي هي بطريقة أكاديمية احترافية، قولبناها بشكل أنه تنعطى لطفل ضمن أنشطة تعليمية ترفيهية، بحيث نحن درنا القاعة الصفية قسمنا الحقيبة تبعنا لعدة برامج ولعدة أنشطة دائما مشركة من خلال تحويل المعلومة لمهارة. يعني ما فيني المعلومة تكون معلومة ويتقبلها الطفل مني على أنها معلومة، رح نوصل لمرحلة من الملل من الضجر. صحيح. ما كتير في هذا الحاجز اللي أنا أوكي بدي أرجع تاني يوم اشتغل نشط ما عندي. كتير اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي منتشر بين الأطفال، كمان انتشرت كتير الروبوتات. صحيح. تصميم برامج إشياء، تصنيع ألعاب سكراتش إشياء تانية بهي البرامج اللي هي كتير إلى علاقة بي تقريبا خلينا نقول من عمر 10 سنين ل 15 17 سنة. هي الأنشطة اللي هو الطفل بيطلع بالأخير من خلالها بإنتاج. صحيح. يعني أنا قادر إني أتعلم مهارة ما نحاول نشتغل فيها بس أنا نمي من خلالها. وهون بنفس الوقت إحنا عم نحكي عن تحديد ميول، سواء ميول مهنية أو علمية لبعدين أكاديمية، مثلا تحديد المستوى الجامعي. أكيد. بعمر 12 وفوق بلشنا إحنا نحكي الطفل يخط مسار مهني. صحيح. محدد إلى حد ما. فهي كتير ضرورية نحنا مو أكيد ما تكون هواية على هو الأب أو الأم شو بيهوى أو أنا وصغير كان بدي هيك حسجل ابني هيك. صحيح. كتير مهمة الأنشطة الرياضية دائما، ما فيني أنا أقول بس بدي أنشطة تعليمية او تعليم تجي بدي تعليم ما صار له كم يوم خلص مدرسه معلش بدي اياه يتاسس تعليم. فبنقول كثير بكير خلينا نعطي اخر شهر بالعطله الصيفيه تهيئه تعليميه للطفل. ممكن اليوم يكون عندي انا نوادي تعليم اللغه الانجليزيه بس بطريقه تفاعليه بعيده عن المنهج يلي هذا بدي اسالك عنه اليوم. يعني حتى من خلال اعداد المدربين يعني سابقا كنا نشوف حتى النوادي الصيفيه هي تقليديه طريقه يعني بطريقه مباشره حتى الطفل ما كثير بيرغب. اليوم عم نشوف اخر 10 سنوات في توجه طبعا كتير كبير مثل ما قلت يعني تعليم الأطفال من خلال مهارات معينة اكتسابها من خلال مثلا اللعب بعض القصص. يعني نحن اليوم نقول للطفل ما تكب الوسخ بالطريق ما رح يرد، بس لما فعليا أنت تعمل له نشاط تفاعلي وتخليه هو ياخذ الدور وكيف يشتغل وكيف ينظف تم اسقاط هاي المعلومه بطريقه مختلفه. قديش هيدا الشيء مهم حتى من خلال اعداد المدربين. تمام. يعني نحن كنا نشوف المدربين بيشتغلوا بطريقه مباشره تقليديه، عم نشوف حتى على السوشيال ميديا في مدربين كثير مهمين عم فعليا عم يقول لك لازم تشتغل خارج الصندوق بطريقه مختلفه. صحيح. هون يعني قديش مهم فعليا للطفل من خلال بناء مهاراته. يعني حتى بينعكس على الام. أكيد. الام بتقول لك كيف بدي العب وانا اليوم ماني قدرانه، لا حتى الطريقه صارت مختلفه اليوم. هي اذا كانت الام في مروه لنشتغل مع الطفل هلا هل كل يوم بلعب معه بعض لكن الفكره اليوم حتى يعني خليني اقول لك بالنادي بعض الامهات هي رغبتهم انه روح تمام انه خلينا هيك البريك 4-5 ساعات قد ما كان معلش روح. ما في بيطلبوا بعض الامهات ما في للسبعه المساء للسته المساء الاسئله بتكون هيك. فبعض الامهات بيكون عندهم وعي بحاله طفلهم، وعي بادراكه بمستوى العمري تبعه بشو الميول تبعه شو اهدافه. في اطفال للامانه ما عندهم اي توجه، شو بتحب اي شيء. تمام. فنحن هون بدورنا نحن نخلي الطفل يجرب اكثر من شيء لحتى هو يلمس الشيء اللي يعني لامسه من جوا هو شو حابب، سواء زراعه سواء شيء بيئي شيء صنع يدوي اشغال يدويه الى ما هنالك. هي الاشياء بتاثر بالطفل. بس نحن اليوم ما ناخذ النقطه يعني اهم نقطه بدي احكيها انه نحن ما ناخذ الفكره على انه هو نشاط ساوينا ورقه طلعت بالاخير. نحن في كثير مراحل نفسيه ومراحل تهيئه ومراحل تربويه. إذا بدنا نحكي عن الأشغال اليدوية كثير فيها مهارات ضبط نفس، يعني هيك مهارات نفسية بيكتسبها الطفل. صحيح. مهارات تركيز، مهارات انتباه، تفكير عالي، آلية تقليد، آلية محاكاة للرسمة. إذا عم نحكي عن طفل. صحيح. عم يرسم عم يقلد رسمة مثلا من جسم عم يسقط هي الرسمة من الصورة على ورقة، قديش في تركيز عالي في تواصل صحيح ضبط الانتباه تماما البال. يعني هي المهارات العقلية النفسية نحن مطلوبة عند كل الأطفال ونحن بنحاول نشتغل عليها بكل المراحل العمرية. حتى نحن كأشخاص كبار اليوم بنحاول ننمي هي المهارات عنا إياها. ودائما بنلاحظ إنه أنا تشتتت شوي عيد
فنحن نحس انه نحن نلاحظ دائما هي المهارات مطالبين نعيدها. فالطفل اي نشاط ممكن، يعني اذا بنحكي عن نشاط الخيل، هي مو بس مجرد ركبنا خيل، قديش في تعزيز للثقه بالنفس، قديش في قوه، في مرونه، في يعني في فوائد تماما، بناء ثقه بالنفس للطفل تماماً. صحيح، ثقه عاليه حتى عم تكون. طفل لما بيطلع لحاله بيصير خلص هو حر بدون المدرب تبعه مثلا او بدون الخيال، قديش وبيمشي لفتره مسافه معينه بالمسبح، قديش انا كسرت هذا الحاجز كسباحه بانه الطفل ينزل بالسباحه يقدر يضبط نفسه، عملية ضبط النفس قديش هو قادر انه ياخذ اكبر كمية ممكن من الاكسجين ليضل عملية الجسم في تفاعل حتى هو يرجع يتابع كل عضلات الجسم تتحرك. لكن نحن اليوم اهم نقطة نحكي عليها هي لينا نقول ضمن النادي الصيفي يتضمن انشطة رياضية خاصة بالطفل، اضافة لانشطة تكون نشغل فيها المهارات العقلية، يعني تفكير مثل ما رح اقول اليوم انا بس نشاطات رياضيات او فيزياء كيمياء، يعني الاشياء هي شوي في كثير نشاطات اليوم تقدر مثل انشطة المهارات الفكرية، الحساب الذهني وما شابه وبرامجه الكثيرة جدا. تمام، يعني اليوم منشوف في عندنا نوادي صيفيه كثيره بمختلف محافظاتنا السوريه، يمكن سؤال الاهل دائما انه انا كيف بدي اختار النادي الصيفي المناسب لابني؟ اليوم ممكن انا اختار نادي مثلا قريب على مكان سكني ام لا؟ في نوادي ممكن تكون ابعد بس هي مجهزه بالكامل بالانشطه بالبرامج التدريبيه، خلينا نوضح هي النقطه كيف ممكن نختار بشكل صحيح. كثير هيك هذا الموضوع مهم. قرأت بوست بسيط اليوم صباحا، فانه انا اليوم ما بيهمني كثير لوجستيات المكان، ما بيهمني فلان، ما بيهمني البناء، انا بيهمني قديش رح يحسن هذا المكان من شخصيه طفلي، قديش رح يحصل يعمل تحسين على مستوى طفلي الاكاديمي، على مستوى التربوي، على مستوى الاجتماعي، على المعرفي، شو المهارات اللي بدي احققها. فانا سواء جنب بيتي او بعد او ايا يكن، انا بيهمني المهارات واليه تنفيذ النشاط، يعني ما بيهمني عناوين عريضة. كتير برامج جربناها، كتير أنشطة جربناها حتى مع أولادنا، عناوين عريضة رنانة كتير، أماكن جدا سوبر منيحة، بس بالأخير الفائدة ما تكون الفائدة المرجوة. فهون يكمن، خليني أقول لك التجربة هي خير دليل. فيني أنا ببساطة جرب المكان اللي بدي إياه، اختار الأنشطة اللي بتناسب ابني بتناسب عمره. بعض الأمهات بيطلبوا من عمر سنة ونص سنتين، انه هي الانشطه ما فيكي، الطفل بهيك عمر بده يعني دائما الحمايه الذاتيه هي رقم واحد، استقلال ذاتي لحتى الطفل يشترك بهيك انشطه، فمن عمر 3 4 سنين وما فوق هي الافضل له. حتى نحن نقدر نختار، اذا بدنا نحكي اليوم عن انشطه المونتيسوري والتعلم عبر اللعب من عمر الطفوله المبكره من 3 ل 6 سنوات. جدا يعني جدا مهمه، قديش بتنمي مهارات الدقيقه عند الطفل، مهارات الحسيه، ذاكره حسيه، مهارات عاليه تخلي الطفل يكتسب العديد من المهارات خلال اللعب. يعني بتلاقي الطفل وصل لمرحله معينه مخلص حرف اللغه العربيه لسه ما مسكنا كتاب. صحيح. طيب خلينا نحكي لي ما هو قادر اليوم يحط ابنه بنوادي صيفيه، لانه بنعرف هي مكلفه نوعا ما، في نشاطات كثير حتى بنشوف على السوشيال ميديا كثير مدربين مثلا بيعطوا جميع عده افكار لكل الامهات انه فيك تطبقيها من البيت، حتى المونتيسوري، حتى اي نشاط تحفيزي بتلاقي عم نتابع عبر السوشيال ميديا انه ممكن نطبقه بالبيت ببعض الافكار. طيب خلينا نعطي بعض النصائح للامهات انه بعض الافكار ممكن تنفذيها، خصوصا نحن عم نحكي الاطفال اللي من 3 سنوات لست سنوات هن اللي اكثر بدهم شغل وضبط من الاطفال الاكبر. طيب هلا ما في مرحله عمريه اقل اهميه من المرحله اللي بعدها، هي حتما مرحله استقرار نفسي. اليوم عم تفسر عكس معنا دائما، بس عم نحكي هدول اللي بدهم شغل بدك تحس عندهم طاقه، يعني طفل من 3 سنوات هي مرحله تكوين شخصيه الطفل بهذا العمر، مضاعفه الطاقه عن طفل ما فوق الست سنوات بشيء اكيد. فكيف في الام اليوم تشتغل عليها بالبيت كمرحله تكوين شخصيه للطفل؟ فحتما هي كثير بدها رعايه. صحيح. حتى نحكي بدها اكثر من هيك رعايه وتربيه بان واحد. صحيح. إذا بدنا نحكي اليوم على كثير أمهات بتقول لك ما عندي بيئة، ما عندي ريف مثلا، ما عندي حديقة جنينة كذا، كثير نشاطات اليوم فيني أتعلمها، فيني أكتسبها خلال الإنترنت. كثير أمهات بيجوا بيحضروا كورسات، أنا بدي مشان أولادي. تمام. ما دام أنت عم تشتغلي بهي القصة، لا أنا تعلمتها مشان أولادي، علمت أولادي خلص. تمام. في هي المهارات تقدر تكتسبها الأم أو الأب. في كثير أشياء اليوم لما بنلاحظ بعض الأطفال والذكور تحديدا بيميلوا لمهنة الأب. بصير خلال العطلة الصيفية في بعض الإشغال وقت الطفل، ما رح نحكي نحن عن طفل منتج، إنما عم نحكي عن إنه هو يتعلم بعض المهارات، مثلا الحوار، الزبائن، كذا، يتعامل مع الأشخاص، يتعامل حتى بعض المهن الحرف إذا نسميها الأشغال يعني. صحيح. يعني بالنهاية مثل ما ذكرت في دور كتير كبير للأهل حتى يعرفوا كيف ممكن ينموا لمواهبهم لأطفالهم من خلال هي النوادي الصيفية. بدنا نشكر كتير وجودك معنا عقاب اليوم، نورت صباحنا. شكرا. أهلا وسهلا.